أيها المشاهد الكريم، ولنتذكر أن الوحي والاصطفاء ونعمة القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يصطفي من عباده ما يشاء، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وليس هناك مؤهلات شخصية تحتم أن يكون صاحبها نبيا، ولكن المسألة كلها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم قول الله جل شأنه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا إلى أن نفهم القرآن وأن نعي آياته وأن نتدبر تفسيره عسى أن نكون من المفلحين. نستودعكم الله، والسلام.